السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ومميزة جدا وتوقيت مختلف جدا من برنامج ساعة شهية. زي ما تعودنا على برنامج ساعة شهية، دايما له مفاجآت، دايما له حركات، دايما له تكات، دايما له صورة مختلفة ووجهة نظر مختلفة. حاولنا نغير الميعاد عشان نقرب للناس أكتر في التوقيت المناسب عشان يشاهدون، عشان هنبدأ حلقات كلها مفيدة جدا الكل لازم يتابعها. توقيتنا إن شاء الله هيبقى من الحد للخميس في الساعة من الساعة الثامنة إلى الساعة التاسعة. النهاردة تأخرنا شوية، أنا جيت متأخر شوية معلش، يعني كان عندنا يعني إيه ظرف كده، ولكن إدارة القناة أصرت إن البرنامج يطلع النهاردة عشان ننوه إن الحلقات هتبدأ إن شاء الله من الساعة 8 للساعة 9 من الحد للخميس. تعالوا مع بعض نرحب بضيفة حلقتنا النهاردة، الشيف أمل محمد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا شيف، نورتين. ميرسي، ده منور. ازي حضرتك؟ الحمد لله. معلش أخرت عليك شوية زي بعض. معلش تتعوض إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب نقول لكده للسادة المشاهدين، شيف أمل هتعمل لنا إيه النهاردة؟ هنعمل رز بالمكسرات. رز بالمكسرات طبعا. هنعمل فكرة مختلفة. وحلو. تمام. هنعمل رز. عندنا ايه تاني؟ هنعمل لحمه بصوص الديميجلاس وصوص المنت النعناع. تمام. وهنعمل الحلو جلاش بالكاستر. تمام ما شاء تمام. الله يعني حلو. ترتيب مع الشيف امل محمد، كل يستعد، كل يتصل بينا، كل يسال، كل يحاورنا، كل اللي عنده حاجه يبلغنا عشان نقول للشيف امل والشيف امل تجاوب وترد ونشوف اثار وحركات وتكات اكلات الشيف امل محمد علينا. يلا نبدا عشان يلا الوقت بتاعنا. هنبدا بالرز علشان يستوي، على ما يستوي. طيب وانت شغاله اشرحي بقى، انا هسكت وانت حضرتك تشرحي الرز والدنيا ديت والنظام. تمام اوكي. لا تسكت ليه؟ عايز اشوف الرز. نتكلم مع بعض. عايز اشوف طريقه الرز. بس انت النهارده هتعملي لنا رز بسمتي. احنا هنحط رز بسمتي بالمكسرات. تمام تمام زي الفل. هنحط ال عباره عن ايه يا شيف؟ هنحط عملتي ايه كده واحده واحده مع بعض وانت واحده واحده كده. احنا هنحط السمنه، وبعدين دي بنعمل لها سكر مكرمل اللي هو بنحرق لها سكر. كيلو الرز عليه معلقه كبيره. كيلو الرز عليه معلقه كبيره. بس انا هعمل نص كيلو. نص كيلو يبقى نص معلقه. معلقه صغيره نص المعلقه الكبيره. دول كده هيبقوا حلوين قوي. تمام. احنا نكرملهم مش نحرقهم. في فرق بين ده في لحظه. عشان حد لما بيجي يقول نعمل كراميل او صوص الكراميل يقول لك نحرق سكر. نحرق سكر. كلمه نحرق سكر دي بعيده عن الكراميل خالص. حرقته معناه اتحرق، هو من الاسم اتحرق وهيمرر. ما ينفعش اضراره وكده وخلاص بقى دخل هيبوظ الاكل اصلا والكلام ده. تمام. واحنا كده حطينا الماده الدهنيه عندنا. حطينا الماده الدهنيه، ممكن زيت او سمنه او زبده. تمام تمام. بس انا بحب احط مع السكر، مع السمنه، زيت في الرز بالذات. ليه؟ بيديله لمعه. يعني افضل حاجه ان احنا ندي وبيفلفله. الزيت بيديله لمعه وبيفلفله. اي رز لمعه وبيفلفله. تمام. عشان السمنه الاكل بيمتصها. بالظبط كده. تمام. تتشبع في الاكل. السمنة. طيب تمام. احنا كده خدنا احنا كده الماده الدهنيه، وحطينا عليها السكر. تمام تمام. واحده واحده كده هنقلب كده شويه لحد ما اللون يبقى يدخل على البني كده. احنا طبعا غسلين الرز. تمام. ومصفينه، مستنيين بس لما تدخل شويه كده ان هي تتكرمل. النار اهم شيء شغاله ولا لا. ايه شغال. كده تمام زي إيه؟ الفل شغاله، مطلعه السخونه. تمام زي الفل. تسلم ايدك يا شيف. ميرسي، ربي يخليك. نقول للساده المشاهدين انت عملتي ايه تاني. احنا حطينا الماده الدهنيه، وبعد اي حاجه بقى، يعني اي حاجه اللي عند ست البيت، يعني ما تقزمش نفسها بقى، سمنه، زيت، زبده. بس يعني حضرتك يعني عايزه توصلي بتسهل الموضوع. بتسهل. بس ما بحبش الزبده برضو في نوع الرز ده بالذات، عشان الزبده بتتحرق واحنا هنحرق سكر. فعارف الدنيا هتبوظ معاها لو هي مش لازم ادعمها واخدة. لازم ندعمها بالزيت. لازم ندعمها بالزيت. تمام. تسلم ايدك يا شيف. احنا بقى هحط طب ايه اخبار المكسرات ايه بقى معانا؟ المكسرات بقى انا محمصاها، ودلوقتي انا بشتريها محمصه. تمام جاهزه. جاهزه ليه بقى؟ ما احنا لازم احطها في سمنه واقلبها عشان تتحمص. تمام. طب ما هو دهون ودهون بقى هيبقى كتير، هيبقى الرز دسم قوي. تمام. يعني اجيبها متحمصه. فانا بجيبها متحمصه. بتحمص لو مش جايبها متحمصه
بحمصها في الفرن. في الفرن اه بدون ماده دهنيه. بدون ماده دهنيه لان نعم. طب ناخد اتصال ونرجع لك. اه استاذه نهله اهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك حضرتك؟ يسلم ايديها والله الحاجات جميله جدا الصراحه. ربنا يبارك في حضرتك. يسلم ايديها وعينيها والله، وعندها تنسيق وتركيب وحب في يعني في اللي وهي بتعمل الحاجة. هي مهنيه الله تبارك الله عليها. الشيف امل مهنيه. ميرسي يا جميله، يعني بتعمل شغل 100 100. ميرسي يا شيف والله، يا ربي يخليك. ربنا يبارك في حضرتك. عند حضرتك اي سؤال طيب للشيف امل؟ هو انا شايفه فلفل الوان هي حطاه او حاجه، وهتعمل بيه ايه؟ تمام نقول لك. ده هجرنش بيه. عايزه تعرفي كل حاجه من الشيف، عايزه كل حاجه بقى تعرفيها. ده هجرنش بيه للبق. بقول لك يا شيف من فضلك. اتفضلي. ربنا يخليك. بقول لك كنت السمك الوقار بدل ما هو محمر ممكن يتعمل في طاجن كده؟ السمك الوقار. الوقار طبعا ده بيتعمل طاجن بالفريك تحفه. سمك الوقار. طب ممكن تقول طريقته؟ حاضر الشيف تقول لك طريقته. وعايز اسالك على حاجه يا شيف من فضلك. اتفضلي مع حضرتك. ربنا يخليك. هو انا الاول الاستاكوزا انا كنت بجيبها طبعا من المطعم، كنا بنروح المطعم ناكل وبتاع استاكوزا يعني وسمك وكمبري. تمام. فدلوقتي طبعا مفيش بقى حاجه، فالواحد مش عارف يجيبها ولا دليفري ولا حاجه. فانا لو حبيت مثلا اشتريها او حاجه، ايه التكت اللي انا ممكن اعملها علشان ما انزلهاش وهي حيه في قلب النار كده؟ اللي هي يعني ايه؟ هي ليها تكت كده، لان هي اوريدي بتتجاب صاحيه من عند الراجل زي الكابوريا. تمام. طب انت عايزه تاكليها صح؟ ممكن اعملها علشان بس ما مش عايزه تنزلها يعني صحيه في النار وهي حية. تعمل لها ايه عشان تموتها؟ هي مجرد ما بتطلع من ما انت ما بتشتريها، ومجرد ما بتغسليها خلاص ماتت. هي خلاص ماتت. هي اوريدي ماتت، مش هتفضل عايشه كتير. ده طبيعي. ليه؟ لان الراجل بيبقى حاططها في ميه. مش زي السمك يعني بتقعد فتره طويله. مش زي السمك بتقعد فتره طويله. انا معاك. اتفضلي. ايوه بقول لك، هو الكافيار بيتباع فين؟ معلش. الكافيار اعلانات بقى. ده اعلان كده، ما نقدرش نقول، لان ده هيبقى اعلان لمكان معين. عند 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 اي حد بتاع سمك ممكن تساليه هيقول لك الكافيار عنده، بيبقى حافظينه كده في الثلاجات. تمام. معانا ام شادي. ام شادي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن توطي التلفزيون بس شويه؟ ازيك يا امل؟ ازيك يا رائد؟ اهلا يا ام شادي. رب العالمين. تمام الحمد لله. اتفضلي مع حضرتك. والله اكلاتكم ما شاء الله، ربنا يبارك لكم. بس انا البرنامج ليه بتاعكم اتاخر كده، انا مستني من الساعه 8. معلش احنا بنعتذر على التاخير لظروف خاصه يعني خاصه بينا احنا، ولكن ان شاء الله ميعادنا من الساعه 8. في ميعادنا ان شاء الله، ربنا ما يجيب حاجه وحشه، واحنا اسفين يا جماعه على التاخير. من 8 ل 9 ان شاء الله كل يوم، ما عدا يوم الجمعه ويوم السبت. يوم الجمعه ويوم السبت اجازه، ونلتقي من الاحد الى الخميس في برنامج ساعه شهيه. تحت امر حضرتك. عند حضرتك اي سؤال؟ عايزه طريقه الكفته، وعايزه عايزه طريقه الكفته، وعايزه طريقه حمص الشام اللي هو بالشطه ده. وحشنا بقى حمص الشام والوقفه على الكورنيش والكلام ده. انهي كفته بقى؟ ربنا يرفع عنا هذا الوباء، وان شاء الله يعني قريبا ان شاء الله يعني ربنا يشيل عنا هذه الغمه، وان شاء الله نروح على الكورنيش ونقف وناكل حمص وناكل ترمس وبطاطا، والاجواء ترجع تاني ان شاء الله باذن الله. امين يا رب العالمين. انا متشكر لاتصال حضرتك يا مشادي ونورتيني. تمام. طيب اجاوب على اسئله الكفته حمص الشام، ولكن هرجع بس للاستاكوزا شويه. بس بعد ما نشوف انت عملت ايه في الرز، عشان برضو من يعني ايه الساده المشاهدين يبقوا معانا واحده واحده. تمام. احنا قلنا بنحط السكر مع الزبده والسمنه او الماده الدهنيه اللي عندي. تمام. بكرملهم وما يخشوش على درجه الحرقان. تمام. باجي عند اللون الجراتاني البني وبقف. اضيف ايه بقى بعد كده؟ هضيف الرز. الرز على طول. تمام. هضيف الرز. ما انا مش هقدر اضيف التوابل بتاعته، هتبقى الدنيا هتتحرق اكتر. اصل مش رز مبهر او رز يختلف يعني. يختلف الطريقة طبعا. بعد ده طريقه وده طريقه. بعد السكر يتكرمل بدي الرز. اقلب الرز بيهدلي النار السخونه شويه. هنقعد نقلب في الرز كمان شويه لغايه ما يبقى لونه ذهبي، بس احنا النهارده مش هنقدر نعمل كده عشان الوقت. تمام زي الفل. تمام. هنحط بقى البهارات. بحمص الرز شويه. بنقعد نحمصه ويدينا برده اللون الذهبي شويه. تمام. هنقعد بقى هنضيف ايه بقى؟ انا ضفت البهارات بتاعتك. ايه البهارات بتاعتي؟ ضفت فلفل اسود، حبهان، فلفل اسمر وحبهان،
ورق لورا، ورق لورا، قرنفل، قرنفل، قرفة، قرفة، قرفة عيدان، وقرفة قرفة نعم، قرفة ناعمة، وقرفة عيدان. حطيتي ليمون هنا مجفف ولا حاجة؟ اه وحطيت ليمون مجفف. ليمون مجفف تمام. يعني دول البهارات ديت بتندمج مع المكسرات اللي عندي بالظبط، مفيش اي مشكله. مش كل البهارات اللي بتتحط مع المكسرات؟ لا مش كل البهارات. تمام زي الفل. تسلم ايدك يا شيف. هي دي حلو. المكسرات عباره عن ايه؟ اي حاجه اللي عايزاها. لوز، انا بحب احط لوز و لوز بندق وزبيب وبندق. مفيش خالص لان الدنيا غاليه واللوز غالي. حطي سوداني. اه فول سوداني. السوداني تمام. اصلا الفيتامين بتاعه برده ده بروتين عالي جدا. تمام. انما الحاجات الثانيه بقى اوميجا 3 والحاجات دي بس غاليه، ناكلها في حته تانية اسعارها رخيصه. تمام يا شيف. تسلم ايدك. طيب الاستاكوزا خلاص احنا جاوبناها، قلنا اول ما بتيجي اه هي مجرد ما بتطلعها من الميه شويه وتحطها جنبها في مصفى كده خلاص هي هتموت. خلاص هي هتموت. تمام زي ما الكافيار طبعا عند بتاع السمك. الكافيار عند بتاع الكافيار. عند بتاع الكافيار، عند بتاع السمك. طيب عايزين بقى طريقه كده خفيفه وسريعه للكفته. للكفته كل كيلو كفته، ده لو كفته لحمه، كل كيلو كفته عليها بصله بتفرميها في الكبه ناعم قوي وبتعصريها وبتاخدي التفل بتاعها وبتركني ميتها في بوله زي دي، والبهارات بتاعه الكفته ملح وفلفل فقط، وكل كيلو كفته عليه 50 جرام ليا او دهن او بوش عشان ما تبقاش ناشفه، لازم تبقى جوسي كده وطريه ما تبقاش متفله وانت بتاكليها. تمام. الميه دي بقى اللي احنا طلعناها من البصل احنا مش هنرميها، احنا هنحط عليها نقطه زيت ومعلقه صلصه وهنصبع بيها وهنقلبها كده. انا بعزل ميه البصل. تمام. ببعدها خالص عشان ما تحلش معايا الكفته، عشان ما تحلش الكفته وتفك مننا. تمام زي الفل. ونصبع الصباع بقى تخين كده وحلو على الايه، على السيخ او على الحاجه. ممكن تمام. الميه بقى يا شيف. الميه تحتك يا فندم. تمام زي الفل. تمام. احنا حطينا بقى كده، المفروض هي مرقه، احنا في بيتنا بقى هنحط مرقه، مفيش مرقه، فانا حطيت مرقه دجاج مع التوابل. الملح يا شيف بتحطي ايه؟ واه ده الملح انا نسيته. كويس قوي ان انت فكرتني. يعني انا بقول لك كده عشان تنسيتي؟ لا ايوه. لا انت فكرتني. اتلهينا في الكفته. هي معلقه صغيره ملح على نص كيلو. على نص كيلو، يبقى معلقه كبيره على كيلو الرز. بالظبط كده. تمام. الرز دوت الكوبايه بتاخد كوبايتين ميه. بس انا خلاص اوريدي انا عارفه المعيار، فانا مش هعاير بما ان انا بعمله على طول. تمام زي الفل. تسلم ايدك يا شيف. تمام كده خلصنا الكفته. كده خلصنا الرز مش الكفته. خلصنا. طب بص الكفته. خلصت الكفته. لا خلاص احنا كده خلصنا الكفته. لا احنا كده خلصنا الكفته خلاص، وهتصبعيها وتحطيها تحت الشوايه، مش هتحطيها تحت الفرن، يا اما تحطيها على جريلا، يا اما تحطيها بقى في اي حاجه بتسويها فيها. المهم تحطيها مكان ما تحطيها، احنا مالك الطريقه وانت سويها. احنا تصرفي. احنا قلنا لحضرتك الطريقه وانت سويها. احنا كده بقى خلصنا من ال تمام من الرز. هتستخدمي اللي عندي ولا هتستخدمي اللي عندي؟ نهرح على ده كده. هي اللي هناك دي شغاله؟ طيب شويه ونوطي عليه؟ شويه ونوطي عليها. طيب تمام زي الفل. احنا بقى هناخد ال هنشتغل في ايه بقى يا شيف؟ انا هتبل دي. شوف كده ايه. اتبل دي واركنها وبعدين نعمل الجلاش. لا احنا نتبل ونشتغل. طب نتبل ونشتغل. نتبل ونشتغل على طول وانت بتشرحي. طيب اوكي. تمام زي الفل. تمام. احنا اللحمه دي هي ميه بصل بس وملح وفلفل بس. اللحمه دي بقى اللحمه دي يا اما هنجيبها حته معينه. طبعا نقولها بقى للساده المشاهدين كده، ركزوا معانا يا جماعه في موضوع اللحمه. مش كل اللحمه اللي بتتعمل بنفس الطريقه اللي هتعملها بيها الشيف. تمام تمام. احنا دي حته لحمه. لا مش عايزين نعدي اللحمه، الحته دي حته معينه. حته انت هي مش هتعرف يعني، ست البيت تقول له عايزاها. اولا هاتيها بتلو احلى حاجه، في ناس ما بتحبش البتلو لانه بيبقى ملزق. طيب فاحنا نجيبها نقول للجزار احنا عايزين اللحمه استيك اللي بتتعمل بفتيك. تمام. كنت لسه هقول لحضرتك نسهل ونقول بفتيك. العرق بفتيك. ايوه فيها تقول بفتيك بس هي بتتقطع تخينه شويه. بس هو بتستوي بسرعه. بتستوي بسرعه بس بنقطعها تخين شويه ستيك، ما نقطعهاش بفتيك عشان ما تنشفش وتقدد مننا. تمام زي الفل. تمام. احنا هنجيب الطاسه وهنحطها. ممكن نشتغل على الثانيه اوسع. هتبقى بعيده عني. طيب ماشي زي الفل. زي طب ليه؟ طب ما هنا قريب مني ولا ماشي. انت شايف ايه؟ اللي انت شايفه. لا انا اللي انت شايفاه. طيب تمام. تسلم ايدك يا شيف. ميرسي. تمام. نقول بقى التتبيله. التتبيله ستيك الفراخ، ملح اللحمه عفوا ملح وفلفل
وميه بصل، ملح وفلفل وميه بصل. اه ويا ريت ممكن يعني احنا ممكن كمان لو عملنا كفته ميه البصل ناخدها للحمه ونتبلها ونركنها لوقت تاني. أيوة. يبقى ما فقدناش اي حاجه. لا ما بنرميش حاجه. تمام ما فقدناش اي حاجه. تمام. احنا بناخد حته سمنه او زبده الموجود عندنا وبتسخن. تمام تمام. احنا قال ده بقى يعني المفروض ان اللحمه دي ببقى متبلها مثلا من قبلها بالليل، لان انا مرتبه شغلي ان انا هصحى بكره اعمل ايه استيك او ديميجلاس، فهبقى متبلها من بالليل او اول ما اصحى الصبح، بحيث ان التتبيله لما تاخد وقت النكهه تمتص. وممكن نحط ليمونه، انا ما بحبش خاصه الملح لما بيتشرب. تمام بيفكك الانسجه شويه. ايوه بيساعد على السوى. بالظبط كده يا شيخ. لما بنحط الخل او الملح على اللحمه او ليمونه او اي حاجه بتساعد ايه طريت معايا بعد ما تستوي ما تبقاش ناشفه كده والتسميه، خاصه في الفراخ واللحوم. ولما يتنقع. تمام. ولما يتنقع بيبقى جميل قوي. زي الفل يا شيف. تمام. انا شايف ان الطريقه سهله. هتعملي لنا صوص ايه معاها؟ هنعمل صوص الديميجلاس وصوص بصوص النعناع. صوص الديميجلاس بالنعناع. هي في ناس تقول هجيب ايه، هو الديميجلاس ده باودر وبنجيبه. تمام. من العطار عشان هم مش عارفينه منين. فاكر عارف قصته الديميجلاس ده يا شيف؟ زمان كانوا بيعملوا العظم المحروق والكلام ده ودخلوا عايزين 7 ساعات 11 ساعه 14 كانت ساعه قصة. وطلع وزود وغطي وخش واحرق وموال وكنا كان موال. لا احنا مش عايزين نعمل ديميجلاس خالص. اختصار ده كله ان احنا ده كله احنا بنجيبه صوص ديميجلاس بودر من عند العطار. بس زمان كانت قصه كبيره قوي قوي يعني. بودر. ايوه. تمام. تسلم ايدك يا شيف. احنا هنسخن دي ونحطها كده وهتدي لون، لازم تدي لون، مش تتحرق، مش تبقى بني. طب ناخد بقى العين العاليه كده عشان الوقت. زي الفل دي عاليه. طيب تمام. يلا تمام. ناخد ايه؟ ناخد دي. ولو طريقه معينه صوص الديميجلاس بيتعمل بيها؟ ليه طريقه معينه؟ لا ده هو معلقه بودر، معلقه بودر كده، وبندوبها في نص كوبايه ميه او ربع كوبايه ميه. انا عايزه اوطي على دي بقى عشان الرز ما يتحرقش. نوطي على الرز بتاعنا. زي الفل كده يا شيخ. تمام. ف لا ملوش طريقه، هو بيتحط في كوبايه ربع كوبايه ميه او هنعمله دلوقتي. هنعمله قدامكم. هنعمله دلوقتي. تمام. تمام زي الفل. انت كده تبلت اللحمه دي كده. تمام. لغايه ما نحطها كلها عشان نشيل ده، وعلى ما يستوي نعمل الجلاش عشان نلحق نحطه في الفرن. تمام زي الفل زي الفل. حلو كده. يبقى انت كده بقى قولي لنا بقى طريقه اللحمه تبلناها ازاي بسرعه كده. تبلنا اللحمه ملح وفلفل. ملح وفلفل وميه بصل. وميه بصل ممكن احط. انا ببقى عامله الورق اللورا والحبهان، انا ببقى عاملاهم بودر، ضرباهم في الطحان وعاملاهم بودر. هم بيجوا جاهزين. هم بيجوا جاهزين. تقول ما بعرفش نطحن الورق اللورا. هو ورق اللورا بودر والقرفه والحبهان بودر برضه. اللي عاوز يشتغل زي الشيف امل انا بجيب وانا بعمل ويجيبه ويعمله في البيت مفيش مشكله. تمام. بيجي ناشف ويطحن، بس عايزين نخلط طبعا جامد شويه طحان او مطحنه جامده شويه نشتغل بيها. تمام تمام زي الفل كده. هنعمل الحلو. الحلو ايه؟ دخلنا في الحلو. الحلو انت هو يا شيخ. في احلى من كده؟ ربنا يبارك في حضرتك. تمام زي الفل يا شيف وتسلم ايدك. الحلو النهارده جلاش بالكاستر. بالكاستر. جلاش بالكاستر. احنا قلنا حاجه سهله كده على اساس ان ايه الوقت بس. يبقى ايه معانا؟ هنجيب الصينية. تمام يا شيف. عندنا جلاش بالكاستر. احنا بقى هنعمل ايه؟ احنا نجيب معلقة. نجيب معلقة صغيرة. معلقة يا شيف. احنا المفروض السمنة المكسرات بتاعتنا المفروض السمنة تبقى سايحة، فأنا ما سيحتهاش أو هي جمدت، فأنا حطيت الصينية على النار بس شوية كده علشان تسيح السمنه. اوكي. الجلاش بقى الناس بيعملوه بطريقه وانا بعمله بطريقه تانية خالص. واحده واحده بقى كده، عشان في ناس بتحب تعمل الحلويات خاصه الايام ديت. محدش يا شيف عاوز يجيب حاجه من بره خالص. الوضع اللي صراحة. احنا فيه محدش عاوز يجيب حاجه من بره الا اذا كان حد مضمون. بالظبط. اكل بيتي، حد عنده كاترينج في البيت ببقى ضمناه. مثلا الشيف امل. أيوة. عندها كاترينج في البيت، او الشيف رائد عنده كاترينج في البيت، فبحاول اجيب تليفونه من على صفحته باي طريقه اتواصل معاه. في مطاعم كويسه يا جماعه، احنا مش بننصح يعني ان احنا نحول على الكاترينج ونسيب المطاعم، ولكن في ناس مش عايزه تتعامل مع المطاعم. ففي دلوقتي ستات بيوت ربنا يوسع على الجميع يا رب،
عندهم كاترينج، عندهم اكل بيتي، بيعملوا اكل بنفس ست البيت. فيا ريت يا جماعه اللي غاوي دريفري او عاوز ياكل اكل دريفري، يا ريت بجد في الايام اللي احنا فيها ديت يدور على ست بيت عندها كاترينج. اولا دعم ليها تمام في الظروف اللي احنا فيها ديت واللي احنا شايفينها، يجيب رقمها او يدخل على صفحتها تمام. وان شاء الله انا حابب اعمل على صفحتي الموضوع ده، اعرف مين اللي عنده كاترينج كل منطقه كل منطقه فيها ست بيت شطرة او شيف شطرة عندها كاترينج. هحاول ان شاء الله، او هم يتواصلوا معايا لو سامعيني، او هحاول اتواصل معاها ان شاء الله واحط ارقامها عندي على الصفحه واتواصل معاها واعرفها واشوف نظام اكلها ايه والدنيا ديت. ونحاول لو عندها كاترينج في اكتوبر توزع في اكتوبر، اللي عندها كاترينج في العباسيه زي الشيف امل من العباسيه معانا جاي من العباسيه ربنا يجزاها خير، لو عندها كاترينج وعامله كاترينج نحاول في منطقتها نفعل الموضوع. طيب يا شيف هو انت كده بتعاوزنا ما نتعاملش مع المطاعم؟ لا يا جماعه الموضوع مش كده خالص. الموضوع انا بقول كل واحد له رزق، كل واحد ايه له رزق، ولكن الايام اللي احنا دي نحاول بقدر الامكان نحرص. انا بقول يفضل ان ست البيت تجيب الاكل وتعمله بنفسها، وتعمله بنفسها في البيت، تطهره كتير، تغسله بخل، تغسل بكحول للخضار، تحاول تعمل يعني كل الحاجات الاحترازيه ديت في هذه الايام، تجيب خضار تحطه في ميه بخل وملح، يعني نحاول بقدر الامكان نبعد عن الاكل الجاهز اللي مش مضمون. طب لو مضمون؟ لا خلاص انا معاك، كل واحد رزقه وتمام. ودايما انت هتحسي بان الشيف ده اكله كويس او لا، بان ست البيت ديت اللي عامله كاترينج اكلها كويس او لا. فانا بقول ان شاء الله عايز افعل الموضوع ده باذن الله، وهحاول جاهدا بقدر الامكان اجمع ارقام الشيفات الستات، خاصه الستات اللي عندهم كاترينج وعاملينه في البيت، ان شاء الله افعلهم وافعل ارقامهم عندي على الصفحه، وان شاء الله نستاذن اداره القناه باذن الله ونعمل الموضوع ده هنا في البرنامج ونطرح ارقامهم ان شاء الله. وبنكون كده يبقى يعني ايه قدمنا حاجه للبلد، يعني احنا بنتكلم مش على شخص معين، بنتكلم على بلد كاملة، يعني نقدم خدمة للناس، نحاول نساعد الناس، نشغل الناس وهي في بيوتها. يعني انا يعني بصراحة نفسي كل ست بيت تبتكر مشروع في البيت، تشوف ايه المشروع اللي ينفع معاها في البيت وتشتغله تمام. طب ناخد مدام سارة ونرجع تاني. مدام سارة اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا شيف؟ ربنا يبارك في حضرتك. ازاي الاستاذ عامل جنبك؟ نعم؟ زي الأستاذة أمل. أستاذة أمل منورة وزي الحمد الفل لله. والدنيا معاها حلوة وزي الفل. يا ربي يخليك، الحمد لله يا جميلة. أنا وأنت طيبين إن شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك. أمورينا يا ست الكل. أنا بس بمسي عليكم وبشكركم على الطبخ الجميل اللي أنتوا بتعملوا لنا ده. أحلى مسا عليك. طبعا بالليل بقى والقعدة حلوة والسهرة حلوة والدنيا تحلى مع إيه؟ مع الجلاش. مع الجلاش. مع الجلاش. ده إحنا هنطلع لك الجلاش تسهري معايا. عندك أي سؤال؟ انا بس حابه اوجه رساله لجوز حبيبي. اتفضلي. نوجه له رساله لجوزك حبيبي. بقول لجوزي يوسف انا بحبك قوي. الله الله يا بختك. الله يا الله يوسف. الله يا بختك يا عم يوسف. يا بختك يا عم يوسف. ما هو بقى ايه البرنامج جاب الليل والرومانسيه اشتغلت. البرنامج جاب الليل والقعده اشتغلت والحمص والسوداني وكده كده ما بيطلعش في من البيت، والرومانسيه هتشتغل بقى والاهداف الرومانسيه اشتغلت بقى. ونخلي البرنامج قعده رومانسيه مع ساعه شهيه مع اكله شهيه، ايه رايك؟ انا عدت اخويا زيزو وجنى. ماشي شكرا لحضرتك، واحنا سعداء جدا باتصالك، وبنوصل للاخ يوسف والاستاذ يوسف بنقول له مدام ساره بتحبك قوي يا يوسف. ربنا يبارك في حضرتك. احنا كده سرحنا واتكلمنا بس شايفك لا استوب. قولي لي عملت ايه؟ انا قلت انا بعمل الجلاش بتاعي بطريقه مختلفه عن الناس. الناس كلها بتحط طبقه وسمنه طبقه وسمنه، لا انا ما بعملش كده. انا بعمل ايه؟ هو من تحت بحط سمنه كتير او في الارضيه بس يا جماعه سمنه كتير كده وبرص الجلاش. لو انا هعمله بالكاستر او باي حشو بحط الطبقه اللي تحت اكتر من اللي فوق، يعني مش ببقى اسمها بالنص، بحط اللي تحت اكتر من اللي فوق تمام.
وبرص عادي جدا جدا اللي انا عايزاه، وبحط كنت عامله الكاستر، الكاستر اقول لكم اديله بسرعه كده واحنا شغالين. ايوه تمام زي الفل. انا ساكت اهوت عشان اعرف الطريقه كده وايه خلاص. والناس تنسجم معاكي. لا انت تعرف الطريقه تقول لي صح ولا غلط. لا انت زي الفل يا شيف. ميرسي يا رب يكرمك. يعني انا لما تكلمت معاك قبل الحلقه وفي اثناء التواصل انا عرفت ودخلت على صفحتك ما شاء الله وسالتك كام سؤال. الشيف امل يا جماعه مهنيه، يعني فاهمه يعني ايه مطبخ، فاهمه يعني ايه شغل، فاهمه يعني ايه توفر، فاهمه يعني ايه اعمل الاكل بحرص، فاهمه يعني ايه احافظ على الاكل، احافظ على الخامه، احافظ على النظافه، ما شاء الله عليها. تمام احنا نقطعه دلوقتي ولا السكاكين اهو زي الفل حامين. اه فحطينا النص، حطينا السمنه كتير قوي من تحت، كتير قوي يعني زاد عن اللزوم، بس اللي هي مظبوطه الماده الدهنيه المظبوطه. اه لازم زبده او سمنه. وحطينا جلاش، وحطينا جلاش كام ورقه كده تقريبا؟ 4 5 6 10. لا هو مش بالكام ورقه، هو حسب صينيتي. اه حسب صينيتي يعني اقصد مثلا الجلاش ده بيجي ورق. اه في ناس تعمله مثلا تحط لك 10 15 ورقه فما يستويش. لا ما هو ما يبقاش تخين قوي وما يبقاش قوي قوي يتحرق. اه لا 4 5. 4 5 ورقات. اه واللي تحت كمان يبقى 6 علشان الكاستر لما يسيح هيريح عليه. تمام. ما يطلعش ويبوظ منه ويبقى يتحرق. تمام تمام زي الفل. و بنقطعها كده مثلث زي البيتزا. بنقطعها بقى كده، احنا نقطعها قبل ما تدخل الفرن علشان لما تطلع ونحط لها الشربات يتغلغل جواها كلها. تمام. وبتبقى ناشفه، الجلاش بيبقى ناشف ما يتكسرش مني وانا بقطع بعد بالظبط. تمام. الكاستر بقى يا جماعه. الكاستر بقى. كل كوبايه لبن عليها معلقه كاستر، معلقه كاستر اللي هي الباودر، ويتعمل على البارد، ما بنحط السكر كتير واحنا بنعمله علشان واحنا بنعمله على النار، علشان احنا كده كده اوريدي هنسقي دي شربات، عشان يعني يبقى سكرها كده ايه حلو كده وجميل. تمام. تسلم ايدك يا شيف. تمام الله يخليك. هنحطها بقى في الفرن دلوقتي. انت حضرتك بتسقي الشربات ساخن. انا احنا حطينا كمان سمنه يا جماعه من على الوش، انا حطيت تحت وفوق، تحت وفوق، مفيش كميه كافيه ولا ما بين اي ورقات، هيطلع مورق وذهبي وجميل ومش دسم وهيطلع زي الفل يعني. جربوه. درجه الحراره بقى تبقى مظبوطه 180 درجه الحراره 180 اللي بنسوي عليها ايه اللي احنا ظبطين عليها بوتاجازنا على طول 180. البوتاجازات الطبيعيه كلها شغاله على 180 درجه يا جماعه عشان ما حدش يحتار. عشان ما حدش يعني لا لما بتعلي على قبل الاخر بسنه بيجيب لك ال 180 درجه، يعني بوتاجازات البيت هي متفعله من 100 يعني ايه درجه حرارتها مثلا من اول 20 تمام لحد 220، ما بتزيدش ال 220، ما يعني ما بتوصلش ال 220 لان درجه 220 دي عاليه جدا جدا جدا، فهي 180 هو ده بيبقى متوسط اي فرن في البيت، بس ما بيجيش على الاخر. تمام. المهم واحنا بنتكلم بقى، انا دايما انسى الجلاش، فانت ليه؟ انا في بيتي بنساه. لا انا مش هنساه عشان هاكل منه. انا حد هينسى حاجه ياكل منها؟ فانت فكرني ان في جلاش في الفرن. طب يا شيف انا بفكرك في جلاش في الفرن ما تنسيه برضه. اهلا. تمام. الشربات او السريب او القطر زي ما بيقولوا او السيرم او السيرب ده عباره عن ايه؟ اي صينيه اللي هي الوسط بتاخد كوبايتين سكر، كوبايتين سكر، كوبايتين سكر وكوبايه ميه ونص ليمونه. وهنعملهم ازاي؟ احنا هنحط السكر وعليه الميه على النار، مش هنقلبهم، هنسيبهم زي ما هم كده لغايه ما يدوب. نحط ايه؟ عصره ليمونه اللي هو نص ليمونه مثلا. تمام. في ناس كتير قوي ما بيظبطش منها السيرام ده، كتير كتير، دي الحكايه دي بتواجه ستات كتير قوي. بعد ما بيغلي من 5 دقائق ل 8 دقائق خلاص اطفي من غير ما تختبريه. السكر قد ايه تاني؟ كوبايتين سكر، كوبايتين سكر، كوبايه ميه، كوبايه ميه. بنسيبهم على النار وما نقلبهمش. ليه؟ لان ساعات لما بنيجي نقلبهم بيفوروا وبيقعوا على البوتاجاز. تمام. يعني سر بقى ده او تكه من الشيف امل بتقول لك الشربات ما تقلبيش السكر. ليه يا شيف؟ عشان ما يفورش معاك، صح كده؟ تمام. ونسيبه بقى لما السكر يدوب. ده انت استاذ. ربنا يبارك فيك. طبعا شربات الكنافه زي شربات الجلاش. انا بعمل يا جماعه كل الشربات بتاعي يكون سخن. انا بتكلم على احنا عندنا بسبوسه، عندنا جلاش، عندنا كنافه. الكنافه والجلاش شربات واحد زي ما انت قلتي دلوقتي. البسبوسه نختلف. البسبوسه خفيفه، خفيفه، لازم السيرم بيكون خفيف. كوبايه مع كوبايه ميه، كوبايه ميه مع كوبايه سكر وعصير ليمون. يغلوا غلوه واحده وخلاص. يغلوا غلوه واحده وخلاص. تمام زي الفل. لو الشربات بتاعنا يحب تبقى تقيل شويه، ده يبقى تقيل شويه. تمام. لو انا هعمل كميه واشيلها
احط معلقتين جلوكوز، احط سكر جلوكوز، معلقتين جلوكوز او عسل ابيض لو ما عنديش سكر جلوكوز. ليه هحط دول؟ عشان انا عامله كميه عشان ما يسكرش منه. تمام. حتى لو حط عصره ليمونه هيسكر. يعني يعتبر معلقتين الجلوكوز او معلقتين عسل ابيض دول ماده حافظه للشربات بتاعي. بالظبط. لان الشربات بتاعي عباره عن ميه بسكر، فلو سبته يوم اتنين تلاتة اولا بيسكر، ثانيا ريحته بتتغير، بيطلع له كده ريحه مش مظبوطه، حلوه، بيعمل ريم. لكن انا طب عايز احفظه اعمل ايه؟ الماده الحافظه بتاعتي يا اما معلقتين عسل جلوكوز يا اما معلقتين عسل ابيض. تمام. نروح للستيك بتاعنا. نروح للستيك بتاعنا. تمام. انا دلوقتي خلاص انا عملته على الوشين كده، هو خلاص كده اوريدي استوى. استوى. استوى بالسرعه دي يا شيف. بالسرعه دي. الله عليك يا شيف. يدي اللون الحلو، احنا مش عايزين نحرقه، احنا عايزين نديله كده ايه اللون ده بس. هو نزل ميه وتشربها. تمام. ودي انا جايباها بتلو وفليتو، فالاثنين يعني ناعمين قوي يعني. الله. تمام. يعني بتلو فليتو. بتلو فليتو، فهي يعني ناعمه قوي. اكيل كل. ايوه. اكيل كل. السهره تحلو مع الشيف امل ومع البتلو. ومع الشيف رائد. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. شم الريحه، مش شامم الريحه؟ ها ملت الاستوج. مصورين دلوقتي احنا ناكل على الهوا؟ لا 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 مش ياكل معانا. عندنا تليفون ولا اتصال؟ ربنا يبارك في حضرتك. تاخد اخر ايدك يا شيف. نفسي تاخد اخر بس كده تشويحه تاني. اخر وش بقى كده. انا بديها على الناحيتين. استاذه دينا من القاهره، اهلا وسهلا بحضرتك. استاذه دينا ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ربنا يبارك في حضرتك، اتفضلي. حضرتك كنت عايزه اسال عن طريقه البيتزا. نعم؟ عايزه تسال عن طريقه البيتزا. احلى بيتزا. عايزه بيتزا ايه؟ بالجمبري؟ انا بالاستاكوزا. ربنا يبارك فيك وشكرا لاتصال حضرتك. نقول البيتزا؟ نقول البيتزا. يلا خش على البيتزا. خلي عليك انت البيتزا. قول. نخلي عليك انت البيتزا. اه انا ما اعرفش اعمل البيتزا ولا ايه؟ لا 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 خالص. لا 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 ازاي بقى؟ البيتزا عندي ليها طرق كتيره. البيتزا الايطاليه الاصلي. الايطاليه الاصليه. تمام؟ ما فيهاش تحريف، ناس يحطوا بيضه، ناس يحطوا زبادي. ايوه. ناس يحطوا لبن باودر. كل دي بقى مش الاصليه يعني. تمام. مش البيتزا الاصليه. يعني احنا بنقول برضو عشان ما حدش يزعل منا، بس كل تبقى شيف. حلوه دي كل تبقى شيف. حلوه مغذيه. كل شيف دخل المطبخ. طيب ما اخد الاستاذ عادل وارجع لك تاني. استاذ عادل اهلا وسهلا. الله يسلمك. معك عادل ابو بكر من المنوفيه. اهلا وسهلا بحضرتك وكل اهل المنوفيه. الله يخليك. تعظيم سلام للمنوفيه واهل المنوفيه. الله يخليك، انا مبسوط جدا من البرنامج. ربنا يبارك في حضرتك، انا اللي سعيد باتصال حضرتك. الله يخليك. انا كنت عايز اعرف بس طريقه الحمام المشوي. الحمام المشوي؟ ايوه. الله يعني الله. ربنا يبارك فيك، تحت امر حضرتك. الله يا جماعه القعده بالليل دي بقى والبرنامج في التوقيت ده هيجيب اكلات خاصه. ايوه. اكلات السهرات بقى. ايوه بالظبط كده. ربنا يبارك في حضرتك ومتشكر جدا لاتصال حضرتك ونجاوبك باذن الله. تسلم. كنا بنتكلم في ايه؟ انت كنت هتقول طريقه البيتزا؟ كنت بقول كل شيف دخل المطبخ ومسك سكينه ووقف وبقى يطبخ وابتكر اي حاجه طلعت معاه 100 وسليمه وقال عليها واداها للناس، انا بقول له الف شكر. حلوه قوي. لاني انا بقول لك الف 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 شكر، لان المطبخ في البدايه يا جماعه هو ايه؟ عباره عن تركيبه اكلات او تركيبه خضار مع بعض او تركيبه لحوم مع بعض بطريقه معينه، فبيديني اكله معينه فيديني نكهه معينه. صح. فكل حد عمل اكله الاول، هي ما كانتش اكله الاول، ما كانتش اكله. كل الوصفات اللي انتوا شايفينها دي في الاصل كانت ايه؟ شيفات اخترعتها، ناس عملتها، اكلات ناس ابتدعتها. اللحمه موجوده، طب ايه اللي خلاها مشويه؟ ايه اللي خلاها بصوص الدمجلاس؟ كل شيف ابتكر فيها طريقه. فانا بقول لاي شيف شكرا يا اللي اضفت للمطبخ، شكرا يا اللي عندك لمسه جميله اديتها في المطبخ، شكرا يا اللي ما فيش حاجه وقفتك ولا قيدتك ولا قالت لك المطبخ 1+1=2. لا، احنا عايزين نفنن، عايزين نبدع، عايزين كل شيف يطلع عنده الطاقه. كل ست بيت في دماغها حاجه تعملها وتقدمها بطريقه، المره دي وحشه المره الجايه حلوه وهكذا. ومحدش بيتعلم من غير ما يغلط. اغلط عشان تتعلم،
اغلط عشان تتعلم. طيب انا بشكر كل الشيفات، حبيت بس اوجه كلمه ونروح للبيتزا. انت وديت فين صوص الديميجلاس؟ كان في بتاع زي دي كده، كان في زي دي كده زي دي كده زي دي كده. ده صوص الديميجلاس. ايوه انت اهو انا كنت مخبيه عنك. وديته فين؟ تمام. طب خلينا في صوص الديميجلاس ونرجع للبيتزا مع الشيف امل. نشوف الانسناء. شفت؟ شفت بقى انساك ازاي؟ انساك ازاي؟ يلا يا سيدي انساك. الست ام كلثوم قالت انساك، ده كلام. انت بص انت قلت لك افتكر انت الجلاش. ها انت اللي نسيت. ده كلام. تمام نطلع كده شيف ولا ايه؟ انا شايف كده حلو قوي. حلو قوي. بص كده بقى اهو. هسيب ايدك بس كده شيف. لا نسيبه سيكا. نسيبه سيبه. انا عارف ان انا هسيبه بس انا قلت ايه نسيبه سيكا كده يدي اللون الذهبي الحلو. تمام زي الفل. وقلنا الشربات عندنا يبقى سخن ومسخنين. احنا بنسخنه. تمام زي الفل. احنا كده صوص الديميجلاس اتعمل ازاي يا شيف؟ صوص الديميجلاس تومه. تومه تومه مفرومه قوي. تمام. احنا شلناه من الطاسه. شلنا اللحمه. هنا بقى الايه؟ من الطاسه. الصوص بتاع الديميجلاس يا جماعه انا ممكن اضيف لي يعني اضيف لي كل لاي حد ما عرفناش نجيب الصوص البودر. من ايه؟ من العطار. هنعمل دلوقتي هم قاعدين محدش عنده صوص ديميجلاس في البيت. طب عايزه تعمل جافت مخها دلوقتي جوزها قال لها اعمل لي الاكل دي دلوقتي. انا لازم اكلها بقى دلوقتي. الشيف رائد قال لي قومي خدي بقى. طيب. شويه عضم وايه هنعمل ايه بقى؟ لا شفت الجوسي ده اللي انت عملت فيه صوص الديميجلاس. انا ممكن اجيب معلقه دقيق. تمام. على الماده الدهنيه دي مع الجوسي هيديني طعم غطير جدا جدا واللون البني بتاع صوص الديميجلاس وبنفس الطعم. مش نفس طعم الديميجلاس. لا. نفس طعم اللحم. نفس طعم اللحم. نفس طعم اللحم. اللي ما جربش اللحمه بصوص الديميجلاس. تمام. والمنت يبقى فاته كتير. نجرب يبقى فاته كتير بجد. نجرب. اولا هي حاجه هو رخيص يعني هو انا بتكلم دلوقتي لو حد عايز يعمل دلوقتي. انا بتكلم. تمام. يبقى يعمل الرو بتاعنا معلقه دي مع الجوس اللي نزل من اللحمه زي ما احنا عملنا حبه ميه مع التومه بالطريقه ديت هياكل صوص حلو. ويا سلام بقى بني بس مش الديميجلاس. صوص اللحم. ويا سلام البيتلو. بقى نسميه صوص البيتلو. لا سلام لو طعمته بقى بمعلقه كريمه لباني. يا سلام بقى الاكل ده لما يتعمل دلوقتي كده بقى دلوقتي يبقى ايوه بقى. يلا نشوف انت عملت ايه واحده واحده كده واشرح لي الناس. احنا لما شلنا اللحمه من الطاسه كان فيها شويه الجوس بقى العصاره بتاعتها اللي نازله. اوكي بس هي كانت الزبده قلت شويه فانا حطيت. شكلك عايزه تخليني ايه انسى الجلاش. انت بتحمل بقى مسؤوليه الجلاش على فكره. شفت بقى لسه شويه صح؟ سيبه ما تقلقش الشكل ما قلقش وفي الاخر تقول يا شيف انت اللي حرقته ومش هتاكل هخليكي تعملي لي تاني. يلا يا شيف نكمل صوص الديميجلاس. نكمل صوص الديميجلاس. لتالت مره شلنا اللحمه من الطاسه. لتالت مره عشان نقطع يعني تقول لي كده يعني ايه بلاش بقى تقطعني المره دي. لتالت مره شلنا اللحمه من الطاسه. اوكي حطيت فيها حبه زبده تاني وحطيت التومه. التومه ما تديش اللون البني. تصفر كده تدي الذهبي البسيط يعني احنا عايزين ايه؟ عايزين الريحه بتاعتها. وكنا مدوبين طبعا الديميجلاس في شويه ميه. اوكي اوكي وحطينا بقى ايه بعد ما التومه كده دبلت شويه وهتدخل كده في الاحمرار هروحنا لحقناها بسرعه وحطينا. استاذنك نروح ناخد فدوى ونرجع تاني عشان انا اللي قطعت المره دي. يلا فدوى اللي قطعت. فدوى الو. باي باي يا فدوى. الو ازيك يا شيف رائد؟ الحمد لله يا فدوى. عامل ايه؟ الحمد لله زي الفل. لما سمعت صوتك انت عامله ايه؟ ممكن عايزه طريقه المكرونه البشاميل. مكرونه بشاميل الاكل ده بالليل بقى هيبقى شغلانه. احلى بشاميل ليكي يا فدوى. عينيا يا فدوى. عايزه حاجه تانية غير البشاميل؟ ايوه. نعم؟ وطي التلفزيون شويه كلميني من التليفون. شكرا ليك يا فدوى ونقول لك طريقه البشاميل. يلا يا شيف كملي بسرعه بدل ما حد يتصل تاني. خلاص هو هيتقل بقى كده. بتدوري على ايه؟ انا معاك. الا ملح. على فكره صوص الديميجلاس هو بيبقى مملح. فاحنا شايفه ده ملح فاحنا هنحط له. انت بتخبي الحاجه على فكره خد بالك. هنحط ملح بسيط جدا عشان هو صوص الديميجلاس بيملح في نسبه ملح شويه. في الملوحه بتاعته. في الملوحه بتاعته. مش هنحط فلفل اسود. ليه؟ قولي ليه؟ ليه؟ عشان هيضيع طعم النعناع اللي انا هحطه. الله الله. هنا بقى ايه هيغطي على طعم النعناع. هنا بقى ايه تيست الشيف يعني ايه ما احطش فلفل اسمر. هي قالت لي قول لي ليه. ما هو برضه ليها معلومه. طب انا ما احطش فلفل اسمر ليه؟ دي لحمه واساسها فلفل اسمر.
اه عشان هنا في نعناع، والفلفل الاسمر مع النعناع هيضيع طعم النعناع. النعناع يبقى لا ده مع ده ما ينفعش. مش سبك لمن تمر هندي تمر هندي مفيش نعناع كده كفايه بقى كده كفايه مفيش نعناع فريش كده تجريح اه كده اهو يا سلام مفيش نعناع فريش نعناع اهو نسقيه بقى على طول اه نسقي بقى سخن في سخن سخن في سخن انا ما بقولش بارد في سخن زي أنا الناس انا ما بقولش تخصم الناس وكله ولا تتحجب عن الرجال وكله احلى جلاش ساره من المنصوره اهلا بكل اهل المنصوره اهلا يا ساره استاذه ساره ربنا يبارك في حضرتك اتفضلي بمسي عليك وعلى الشيف اللي جنبك احلى مسا لاهل المنصوره شيف امل شيف امل منوره الدنيا معلش الشبكة عندك تقريبا ضعيفة شوية معلش احنا متشكرين جدا لاتصال حضرتك تمام يعني حاولي تعودي الاتصال بينا مرة تانية معلش تمام قلنا ما بنحطش فلفل اسمر عشان النعناع عشان ما يضيعش طعم تمام زي الفل زي الفل كده احنا بعد ما تقلت معانا هو بيعمل زي رو شويه بيتقل شويه زي البشاميل كده خفيف زي الصوص اي صوص خفيف كده اي صوص خفيف تمام زي الفل ولا نسيبه تقيل قوي يبقى تقيل كده ولا نسيبه خفيف ميه يعني هو بعدين بنحط النعناع في الاخر مفيش نعناع فريش في نعناع منشفينه مفيش نعناع منشفينه في الباكيتات نفتحها ونحطها الله كله يعني ماشي حاجة هنشتغل كله بيه. ماشي المهم يعني انا بقول لك بقول لابو احمد وابو محمد وابو وليد وابو ابراهيم وابو علي قول لها اعملي لنا اكل دلوقتي هتقول لك مفيش قول لها لا موجود في المطبخ اعملي باللي موجود اي حاجه موجوده اي حاجه موجود استاذ رمضان اهلا وسهلا بحضرتك باشا ازيك يا شيخ ربنا يبارك في حضرتك استاذ رمضان عم منور الدنيا كلها حبيبي انت اللي منورني باتصالك الجميل الله يخليك يا شيخ امرني ما يمرش عليك احنا عاوزين انا معاك اتفضل خط قطع معلش حاول الاتصال مره ثانيه احنا عاوزين حاول الاتصال مره ثانيه ونشوف عاوزين ايه مع بعض يلا شيء بتعمل ايه معانا اتصال ثاني استاذه نبيله اهلا وسهلا بحضرتك ايوه معاك نبيله من كفر الشيخ نعم معاك نبيله من كفر الشيخ نبيله من كفر الشيخ تحياتي أيوة. وتقديري واعتزازي لاهل كفر الشيخ كلهم ليك قرايب هناك ولا ايه؟ عشان عم حاطط تحتها كذا خط دي. احلى قرايب في كم الشيخ اتفضلي استاذة نبيلة اتفضلي مع حضرتك اهلا وسهلا بحضرتك اتفضلي لو سمحت انا بنت عندها 3 سنين تمام بس شهيتها ضعيفة جدا نعم شهيتها ضعيفة جدا ايوه تمام زي الفل شهيتها ضعيفة جدا أيوة. تمام ما هي 3 سنين يا حبيبتي ما تستعجليش عليها بكرة لما تكبر حاولي تاكليها الاكل الكريسبي كل الاطفال في السن ده الاكل الكريسبي اتجهي للفواكه شويه والكاتشب اتجهي للفواكه شويه الفواكه الحمضيه عندنا دلوقتي المشمش عندنا دلوقتي البرقوق عندنا دلوقتي البرتقال الفراوله الحاجات دي كلها تفاح بتساعد اولا بتقوي المناعه ثانيا بتفتح الشهيه اي اكل حمضي يا جماعه بيفتح الشهيه زي ما احنا بنقول كده ايه الاكله والسفره ما يحلاش الا بالايه الا بحاجه مخلله تفتح النفس ادالها بقى في المشمش كويس حتى لو عندنا اكلتها ضعيفه في الاكل العادي بتاعنا في اللحوم والحاجات دي ده احنا بنعوض بالفاكهه استاذ رمضان رجع تاني اهلا وسهلا بحضرتك ازيك يا شيخ عامل ايه ربنا يبارك في حضرتك معلش تحت امرك الله يخليك اتفضل كنت اقول لحضرتك عايزين نشوف حاجه جديده كده من ابداعاتك حاجه جديده من ابداعاتي زي ايه اغنيه مثلا ولا حاجه لا أنا هو إيه رأيك نحضر الأغنية ونيجي نغنيها في المطبخ؟ ليه؟ نحضر أغنية ونيجي نغنيها أنا وأنت في المطبخ؟ يا ريت أنا أتشرف بحضرتك ربنا يبارك في حضرتك عيني حاضر نحضر لك حاجة جديدة حاجتين ثلاثة ولا يهمك ماشي أنا سعيد جدا إني كلمت حضرتك والله ربنا يبارك في حضرتك أنا تحت أمرك تحت أمرك لو عندك أي فكرة يا أستاذ رمضان حاول تسيب رقمك في الكنترول او تاخد رقمي من الكنترول تواصل معايا اي فكره عندك قولها لي انت شكلك كده عندك فكره او عندك حاجه عاوز تقدمها او في دماغك حاجه فمفيش مشكله نتواصل مع بعض واللي في الخير يقدمه ربنا تمام. ايد على ايد بتساعد ونقول يلا مع بعض تحت امر حضرتك ربنا يبارك في حضرتك حبيبي تسلم شكرا لاتصال حضرتك عندنا وقت قد ايه لسه بدري
ساعة عندنا وقت ساعة لسه تاني؟ معاك ساعة شي. ده حلو قوي. معاك أربع دقايق خلصي واغرفي هناخد الاتصال ده. احنا خلاص هناخد آخر اتصال معانا يا جماعة معلش عشان الوقت جري منا. ألو حاجة الدنيا زي الفل. مين معايا؟ شكرا الاتصال فصل. تمام معلش معلش كده بقى كده الوقت بتاعنا ايه؟ احنا خلصنا دهمنا والوقت بتاعنا خلص. اي حاجه احنا خلصنا اهو. احنا حطيناها في الصوص الديميجلاس ده. الصوص ده يا جماعه حلو قوي حلو قوي قوي. سوري حلو قوي يعني ده ما بيترميش. ده بيتاكل بيتغمس بيتحط على الرز. الصوص بتاعه ده هو اسمه صوص اسمه صوص الديميجلاس. بيتحط على الرز. لسه يا شيف هنحط ال تعالى هنا يا شيف اديني الجرنشه بتاعتك وعايزك تروح تشوف الرز عشان احنا كده معانا خلصنا خلاص. معلش ممكن تديني الطبق قريب شويه الطبق كدا. لا انا اللي هاخده. معلش لا لا لا, لا طبعا انا اللي هاخده نعمل له بس هو طبعا بس انا برضو اللي هاخده بعد ما تخلص. الصوص الديميجلاس بيغمق شويه اللحمه وهي لازم دي كريمه لباني. ده في الاخر بنحط له كريمه لباني. ده التست بقى فظيعه يا جماعه والله والله جميله قوي. انا شغاله عليها على طول يعني حلوه قوي قوي. واحنا بقى نحط لها عود نعناع. ايوه على فكره انا اللي جايب النعناع ده للشيف امل. قالت لي الحقني الحقني ما عنديش نعناع هات لي نعناع معاك انت متاخر وكده دبستني في النعناع يعني انا متاخر وجبت لها النعناع. دي حقيقه والله يا جماعه. هو جاب لي النعناع من بيته لكن دايما كريم والله. ربنا يبارك في حضرتك. بس يعني ده يعني النعناع معناها ان الطبق ده بتاعي طبعا. الطبق بالنعناع ما هو في النعناع بتاعي. نشوف الرز كده يا شيف. الرز ناخد الرز ونغرفه. الله. الله عليك يا شيف تسلم ايدك يا شيفتنا. ودي ايه رايك في ريحه اللحمه؟ اللحمه فظيعه اهو. نجيب بقى ال وادي المكسرات بتاعتنا وادي طبق الغرف بتاعنا و طيب احنا بقى عيش وسيبنا عيش يا باشا. عيش حاضر احنا بنختم اهو. طب فين؟ تمام كده بس اخد ال اهي اكل اهي. ايوه يلا يا شيفتنا الجميله اهو انا معاك اهو. احنا هنحط دي على جنب كده زي الفل. خلاص قربنا نختم. خلاص كده يعني وانت بتغرفي كده ايه هنختم. مش مهم بقى نجرنش خلاص بالفلفل ليه دي بتتعمل. تمام لو معاكي وقت جرنشي بعد ما تخلصي. المخرج بيقول لي معاك دقيقتين. ده في دقيقتين هتبقى الدنيا زي الفل. تمام زي الفل يا شيف كده. انت ايه رز البسمتي يا سلام. عاوزين ال اظن مش عايزين النار ثانيه. لا خلاص إيه؟ بقى توفير يا جماعه في الطاقه الكهربائيه. احنا اهو بنوفر كل حاجه. تمام زي الفل كده الرز معانا. هو كان في حاجه بس هو الشيف شال البتاع. قولي اجيب لك. لا خلاص احنا انا كنت هقولها بقى قبل ما اشيل قبل ما اشيل الرز دوت. بحب احط الزبيب قبل ما بينزل العسل بتاعه يا جماعه بيبقى فظيع. يعني كده انا قبل ما اشيله من الحله بحطها على الرز وهو لسه في الحله. الزبيب بس. الزبيب بس بينزل السكر بتاعه بيسكر معانا من السخونه. فين الـ فين القرفه وال طيب نختم بقى كده خلاص كده زي الفل. القرفه اللي انت شلتها. بنقول لكل الساده المشاهدين شكرا لمتابعتكم الجميله وبنقول لكل اللي اتصل بينا متشكرين جدا. وانتظرونا في حلقات جاية كتير من الساعة 8 للساعة 9 من يوم الحد ليوم الخميس. وبنشكر الشيف أمل محمد شحاتة. أهلا وسهلا بحضرتك وإن شاء الله لينا لقاء تاني بإذن الله. تمام تمام أنا بشكرك يا شيف وشكرا لأسرة برنامج ساعة شهية وشكرا لإدارة قناة الصحة والجمال. وانتظرونا في حلقات جاية كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.